هما البلاصه اللي حنا فيها سميتها اورمانيا. هاد اورمانيا كتعتبر ثالث اكبر حديقه ديال الحيوانات في العالم. كبيره كبيره. لونتري فابور. لوبجيكتيف ديال الحديقه هذه هو انهم كيحاولوا يوفروا النباتات والحيوانات اللي كتعيش هنا واحد المليون ملائم من ناحيه الاكل ومن ناحيه كل شيء. وميم طون واحد الاسباس اللي كيجيو ليه لي فامي كيجيو الوليدات فيهم بزاف ديال البلايص اللي هما تعليميا للناس العائلات ولا الدراري الصغار يتعرفوا على الطبيعه وعلى المحيط تاعهم. شي حوايج عندهم علاقه بالبيئه كيفاش تحافظ على البيئه على النباتات. مهم ريمون بلان واعر واعر بزاف وخدموها خدموها صرعوها بزاف ريمون واعره. وفابور فابور الولايه هنا الولايه ديال ولايه كوجا ازميت ازميت فريمون اسباس واعر راه كبيره ما نقدروش نشوفوها كاملين لانه مازال تبعنا الطريق.